تمشي كورة لونري بيان فينو أو مايكل الرامو شوف بدا الثقل شوف بدا التعب الآن بالفعل شفتوا اللقطة الأخيرة كيفاش تحرك بينما يتحرك دراجي كورة والدراجي والهدف الأول الهدف الأول لأسامة دراجي يا معلم دراجي تتكلم 1-0 من أسامة الدراجي هدف في وقت مهم جدا للدراجي لذلك قلت لك هو قفل للدراجي وفيه التبجيلة مش ممكن يا دراجي 1-0 1-0 أسامة الدراجي أسامة بيكاسو الدراجي يسجل 1-0 خطة التسلل اليورب بالدراجي ويسجل هدف غالي جدا هدف مهم جدا شوف الكرة رجعت كيما جات يبدلها بيانفوني ما فيش اوفسايد كسر التسلل راحوا خسر الدراجي رفع الدراجي سجل الدراجي هدف مهم جدا للترجيين هدف مهم جدا للفريق العاصم التونسي 1-0 أسامة الدراجي ورجع لللايف شوف كسر التسلل راحوا والدراجي هذه المرة في المرمى 1-0 لونتونت الوفاق سطايفي وقتك يا أبو عزي نعم كما قلت الدراجي بيكاسو الكرة التونسية يسجل هدف ويخرج بيانفوني يدخل أبو عزي هدف مهم جدا الآن كنا نطمع في 1-1 كنا نتيجة ممتازة إذا تقدمنا في هذا التوقيت 1-0